مباشر هذا. حنا كنتواجدوا حاليا بسوق ديال الدجاج، دخلنا السوق باش نشوفوا الاثمنه في هذه الليله هذه. كيف ما كنعرفوا في المعتاد والتقاليد ديالنا ان في هذه ليله القدر كنشريو الدجاج باش كنحاولوا نديروا به كسكسو ولا كنديروا به اي حاجه حنا والوليدات ديالنا والعائله ديالنا. اليوم حاولنا ندخلوا السوق باش نشوفوا الاثمنه ديال الدجاج واش رخيصه ولا منخفضه، ونشوفوا كذلك الاقبال ديال الناس في الدجاج في هذه الليله هذه. السلام عليكم. بغينا نعرفوا الدجاج في هذه ليله القدر واش رخيص ولا الدجاج دابا رخيص؟ ثمن 400 ثمن الكروازي، قول الكروازي شحال الروبي شحال؟ الكروازي داير 280 حاجه مزيانه توصيه كان العادي داير 240 حاجه مليحه. واخا بالنسبه للناس في هذه ليله القدر في اليوم ليله العواشر واش نفس كيف كانت شحال هذه ولا كاين شي ناقص؟ لا دابا كان ناقص بزاف. العواشر مال السوق كيكون عاقل فلان، دابا القضيه مشاوره بينهم. علاش؟ عاد الازمه ديال كورونا. يعني الناس ما كيتقدم الناس ما عندهم لا سالير ولا كاينش مدخول. وحتى الزيارات العائليه ما كايناش. 400 يعني الاقبال ناقص شويه. 400 كتشوفوا المتابعين كتشوفوا الريفا فهو كيقول بان الاقبال شويه نقص، وكيقول كذلك بان دابا مع كورونا يعني ما بقاش داك الاقبال ديال الناس اليوم في العواشر للاسف، يعني ما كاين لا زيارات ما كاين حتى شي حاجه. السلام عليكم. كي داير الاسعار ديال الدجاج؟ مزيانه. كاين شي اقبال في هاد العواشر ولا ما كاينش؟ شويه شويه كاين شويه ناقصه شويه. ناقصه شويه ما كاينش بزاف. كيف اقبال بزاف اللي بحال اللي كان قبل ما يكون الخير واخا الناس شنو كتاخذ في العواجه بزاف؟ بلدي البلدي بشحال داير؟ شحال الثمن ديالو؟ ثمن مناسب رخيص. تبارك الله عليك. وكيف ما كتشوفوا المتابعين كتشوف التلفزيون كتقول بان الدجاج رخيص ما كاينش يعني فيه الاشكال. ها انتم كيف ما كتشوفوا هذا الكوكلي. الكوكلي بشحال؟ شحال؟ 13. الكوكلي كيقول 13 درهم. الكوكلي 13 درهم. بالنسبه للرومي كيقول لك 260، البلدي 13. متعودين في هذه الليله هذه كناخذوا الدجاج كنحاولوا اننا نجمعوا العائله، ولكن للاسف دابا كل شيء ناقص لا الزيارات العائليه وكذلك يعني واخا غنبغيو نمشيو ونجلسوا مع وليداتنا فناقصه شويه. وكيف ما كشفنا اننا دزنا عند الناس اللي كيبيعوا الدجاج وقالوا بان الاثمنه جد جد مناسبه، غير هو الاقبال ديال الناس ناقص بزاف بسبب جائحه كورونا. فنشكركم على تبعكم هذا المباشر هذا، ان شاء الله نلتقي معكم.